يعطيكم العافية يا عاشر. إن شاء الله اليوم رح نكمل بوحدتنا اللي بلشنا فيها وهي وحدة البدائيات. مين تذكرني بالحصة الماضية أخذنا آخر إشي عن أنواع تغذية البكتيريا؟ مين تذكرني شو أنواع تغذية البكتيريا الرئيسية؟ يلا يا رؤى. ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية، وقلنا إنه تقسم غير ذاتية التغذية إلى ثلاث أنواع تغذية. مين تذكرني فيها بالمجموعة رقم 2؟ تقسم لإيش؟ تفضل. رمية ومتطفلة وتطلت معلقات تبادل منفعة. بالضبط. إذا أخذنا ثلاث أنواع للتغذية الغير ذاتية، رمية وتطفلية وعلاقات ذات منفعة. أخذته بالصف الرابع إذا بتتذكروا عن العلاقات التطفلية، بتتذكروا هذا الإشي؟ طب لما نحكي علاقة تطفلية معناته شو معناها العلاقة التطفلية؟ شو معنى علاقة تطفلية؟ يلا عرين. تتطفل على كائن حي آخر مش نهري بتسعى. بالضبط، تتطفل على كائن حي آخر. طب شو العلاقة بتكون؟ متبادلة، منفعة، مضرة، أو شو بالضبط بتكون العلاقة بينهم؟ شو العلاقة بتكون بينهم؟ منفعة. منفعة لمين؟ للاثنين. كل تطفلي واحد إيش بيكون ماله؟ بتضرر واحد بيكون نافع. أحسنتي. ومعناته مدام الكائن الحي هذا اتطفل على الإنسان معناته رح يضر مين؟ رح يضر الإنسان. وبما أنه رح يضر الإنسان معناته رح يسبب له اللي إحنا المتعارف عنه وهو الأمراض البكتيرية، واللي هو حصتنا لليوم الأمراض البكتيرية. طيب إحنا بحصتنا اليوم رح نحقق النتاجات التالية. 1، رح نستقصي طرق انتقال الأمراض البكتيرية وكيفية الوقاية منها. 2، سوف نتعرف عن أهم الأعراض الأمراض البكتيرية وأعراضها ومسبباتها. خلينا نحكي إشي كتير مهم. هلأ أنا بدي أحط هذا الجلتر عندي على إيدي. سلم عليكي، سلمي على زميلاتك، سلموا على زميلاتكم. رجاء كلكم تسلموا على بعض. سلمتوا كلكم على بعض؟ كل واحدة تفقد إيديها تنتين هيك، كلكم ترفعوا إيديكم. في حدا ما وصله الجلتر؟ حتى مش إيدك، حتى أوعيكي. شو صار عليه؟ طيب خلينا نعتبر يا عاشر إنه هذا الجلتر هو الخلايا البكتيرية. أنا إنسانة مريضة بأي مرض من أمراض البكتيرية، و انتقلت الخلايا البكتيرية بأي سبب من الأسباب لإيدي وسلمت على واحدة منكم. وإنتوا زي ما إحنا عارفين إحنا مجتمع أصلاً عاداته وتقاليده بتحتم إنه كل مكان بتفوتيه بتسلمي، مش بس سلام الإيد مرات، حتى بالتقبيل، صح ولا لا؟ شو صار للخلايا البكتيرية خلال أقل من دقيقة؟ انتشرت. شو صار إلها؟ انتشرت. فمعناته لو هاي الجلتر فعلاً خلايا بكتيرية، خلينا نستقصي إنه لو كان هذا المسحوق خلايا بكتيرية من إنسان مصاب اللي هو أنا أول شخص كان على إيدي هاي الخلايا، معناته شو بتتوقعي إنه رح يحدث لكل الشعب عندنا هون بالصف؟ نرفع إيدنا، شو بتتوقعي؟ انتقال المرض أو البكتيريا. بالضبط، انتقال المرض والبكتيريا. معناته أنا خلال دقيقة نقلت البكتيريا، ومعناته إذا وجدت هي جو ملائم شو رح يصير فينا كلنا؟ كلكم رح تمرضوا نفس المرض الموجود عندي. معناته إحنا هيك تلقائياً أنا أول إشي بحميني من هاي الأمراض البكتيرية إيش بقدر أعمل لا أحمي حالي من الأمراض البكتيرية؟ المحافظة على النظافة الشخصية، وكمان إنه أخذ الحيطة والحجر. إذن أهم إشي دائماً بمنع الأمراض هو النظافة، إن كانت نظافة شخصية عن طريق غسل الأيدي أو عن طريق الأكل حتى اللي مناكله، لأنه ممكن يكون عليه. مش أنا مثلاً مريضة ممكن مسكت تفاحة، معناته النظافة غير في اللقاحات الطبية اللي رح تاخدها بدرس لاحق. هاي بالنسبة للأمراض البكتيرية. طب لنتعرف عن أهم الأمراض البكتيرية اللي إحنا بنسمع عنها كتير. في عندكم ثلاث مهام، كل مجموعة إلها مهمة موضحة هاي المجموعة بورقة ومقالات طبية عن هاي الأمراض الطبية. نقرأ المهمة مظبوط. هدفنا جميعا آخر إشي إنه نعرض لبعض أهم الأمراض أو أكثر الأمراض البكتيرية انتشارا، وحتى نقدر في المستقبل نحاول نخفف من هاي الأمراض. نقرأ المهمة مظبوط. مدة النشاط 15 دقيقة، رح تبلش الوقت من الآن. تفضلوا تقرأوا المهمة كمجموعة والعمل جماعي كالعادة. تفضل.
عرفتوا شو المهمة؟ بس بدك تعملي مشهد تمثيلي من خيالك، اوكي؟ بدك اهم شيء المكتوب عندك بالمهمة، كيف انا بدي ابين اعراض المرض ومسبب المرض، موجود عند كلكم؟ ارسموا هلا سيناريو بسيط يكون مدة عرضه 5 دقائق، لا تتجاوز 5 دقائق. تفضل، تفضل. لها تفضل. لا هدول الثلاثة، هدول الثلاثة، يلا عاشوا ماشي. استاذ اذا مو شغال عادي في عندنا بلان بي، خلص اوكي ما في مشكله، نشتغل بلان بي، نعمل تلخيص ورح نطلع نشرحه بدون برزنتيشن. تفضل. لا لا خلص خلص خلص. عادي تلخيص، بدك تطلعي تشرحي زي كيف انا بشرح. ثلاث امراض، خلص خلص، بعمل برزنتيشن عادي بدون لابتوب، خطه بي ما زبطت معنا. إذا عندك أي سؤال على الأدوية أو إشي بخص المشهد التمثيلي مش موجود الورقة ممكن أفيدك فيه، أوكي؟ هاي جلتر ما فيش. خليكم كل وحدة، كل مرض بدي وحدة تحكي عنه، مش وحدة تحكي عن الثلاث، أوكي؟ بدك تحكي عن المرضين، عرفتي قراءتي المهمة. علاج القرحة، عادات صحية سليمة وأدوية. شو مزبطين الوضع؟ خلاص الأمور ممتاز. ايش الردود الدقيق؟ يعني لما تعكس اللي بيطلع. تمام عاشر، في اي سؤال، اي معلومه مش واضحه بالمقال العلمي اللي معاكم؟ نيسيريا مينينج تيدياس، نيسيريا مينينج تيدياس. عشر ما في وقت، 2 minutes، فحاولوا انه مينينج تيدياس، مينينج تيدياس. ثلاث دقائق ورح ينتهي الوقت لو سمحتوا، بس المشهد التمثيلي. هي مايكروبكتيريوم تبريكيولس، تبريكيولس، تبريكيولس بالضبط. يلا ننهي عاشر، مجموعة رقم 2 انهيتوا، مجموعة رقم 2 انهي. يلا صبايا، صبايا انهينا عمل ورا. هلا انهينا كل مجموعه كانت فيكم شغلها على بكتيريا مختلفه، على امراض بكتيريه مختلفه، راح نعرض
تقوم كل مجموعة حسب المهمة الموكلة إلها تعرض الشغل اللي اشتغلته. المجموعة الأولى كانت مهمتها مشهد تمثيلي تعرض فيه مرضين بكتيريا. تبلش المجموعة الأولى. تفضلي مجموعة رقم واحد طيبة وزميلاتها. نستمع جميعا، نعرف إنه كل كلمة تقال بالحصة مسؤولين على فهمها وإيصال معلومتها و الاستفادة منها مستقبلاً جميعكم، مش بس المجموعة اللي بتحكي عنها يا عاشر. واحد اثنين ثلاثة، تفضلوا صبايا. بس بدي اسالك، لما تاكلي او تتناولي شيء من الطعام بتحسي بحركه بالمعده او شيء؟ الام؟ اشعار بالحموضه؟ طيب ايش في كمان اعراض يعني هيك بتواجه؟ فقدان الشهيه، شعور بال بس او بالحموضه بحس. طب شو اسباب هذا المرض يعني؟ في عنده اسباب عده مش محدود يعني ايش اسبابه، في منه مثل المضادات الالتهاب مثل الاسبرين والتدخين، ومنها بالعوامل الوراثية، وفي أسباب في الحياة مثل قلة الكالسيوم في الجسم، هاي بتؤدي إلى المرض، هذا المرض بإنه بيعطينا قرحة المعدة، هاي القرحة بتؤدي إلى الأسباب الحدثية اللي عنده. طب كيف نعالجه؟ ما في إنه عنده علاج، بس إنه مثل عادة صحية سليمة، ونظافة شخصية، أهم شيء إنك تنظفي على نظافة جسمك. شكرا لكم. تفضلوا، بس عندي سؤال لكم. هي قالت لها، سمعتوها سؤالات، قالت لها المرض اللي عندك قرحة المعدة مظبوط، وقالت لها من طرق الوقاية النظافة الشخصية. بس طرق الوقاية النظافة الشخصية بقرحة المعدة؟ احنا بنحكي قرحة معدة، يعني المشكلة وين عندي؟ بالمعدة. معناته المشكلة الأساسية من وين بتصفي وراء المجموعة هناك الثانية لو سمحتوا، وين بتصفي عندي لما أنا يكون عندي قرحة معدة؟ بأنواع إيش؟ بأنواع الأغذية اللي باكلها. معناته أهم علاج لقرحة المعدة إيش بصفي عندي؟ بس زي ما حكوا إنه القرحة مرض من الأمراض الحديثة اللي صارت فيها للناس، بس هي بتكون أصلاً كيف بتجنبها؟ بس مثلاً يعني إنه باكل أكل محدد ببتعد عن شرب المشروبات الغازية. تتذكروا بصف التاسع أخذته بالكيمياء عن الحموض والقواعد، وكان جزء من الحصة لما نربطها إحنا العلم بالمجتمع نربط حموضة المعدة اللي هي بالحموض والقواعد، صح؟ وكان الفكرة إنه حموضة المعدة أنا لازم أعادلها لتتحول لإيش؟ متعادل، صح؟ بعادلها عن طريق قاعدة. مدام عادلتها عن طريق قاعدة فأنا بقلل حموضة المعدة، وكثرة حموضة المعدة بتأدي للقرحة. المجموعة الثانية، المشهد التمثيلي، تفضلي. نستمع رجاء. تفضل. عندي بنتي هون عم بصير لي عندي سعال بشكل مستمر، ومسحوب الدم والارهاق والحراره ما عم تنزل منها. احكي لي ماما كيف شو بدك؟ كمان في عندي فقدان فقدان الوزن. أنا ممكن أحكي إنه هذا أعراض لمرض السل اللي هو مايكرو بكتيريا تروبوترا. هذا بنتقل عن طريق السعال أو اللي هو الرداد الدقيق، وهي بكتيريا طبعاً تنتشر من طريق الملامس الأيدي أو باستخدام أغراض مش شخصية يعني. كيف نتعالج؟ عن طريق المضادات الحيوية، ونبتعد عن أي شيء عن طريق كمان الابتعاد عن استخدام الاغراض الاخرين. تمام، شكرا لكم. بالضبط كان هذا عن مرض السل، وحكت المعلومات تقريبا وافيه، اسم البكتيريا المسببه لإله، وكيف بنقدر نبعد ونقي نفسنا من طبعا خلينا دائما مركزين زي ما حكينا بدايه الحصه، كلها امراض بكتيريه معديه، انا ببعد عن بعمل الوقايه لابعد عن الاصابه فيها. المجموعه رقم 2 مهمتها كانت تعمل برزنتيشن عن طريق باوربوينت، بسبب خلل فني رح يعملوا العرض شفويا. تفضلي يلا عشر نستمع. تفضل. اول شيء رح نحكي بشكل عام عن مجموعه من الامراض البكتيريه. حكينا قبل شوي انه الامراض البكتيريه معظمها كيف بنعمل وقايه منها. اول شيء النظافه الشخصيه وعدم استخدام ادوات شخصيه للاخرين. رح نحكي عن المرض الزهاري البكتيري.
من أعراض هذه المرض هو مغص حاد في البطن وإسهال مصحوب بالدم. الاسم العلمي لهذا المرض شيغيلا ديستينتيريا. بس الاسم العلمي للبكتيريا المسببة للمرض. هذا المرض الأول. ركزوا بالأعراض لأنه عندي سؤال بعد ما ينتهوا الثلاث أمراض على هاي الأمراض بالذات. من الأمراض البكتيرية الثانية عندنا مرض التيفي اللي بتسبب بكتيريا السلمونيلا التيفي. بصير عندنا ارتفاع شديد في درجة الحرارة لدرجة الحمى. بصير عندنا فقدان الشهية شديد وخمول وارتخاء في كامل الجسم. بصير عندنا بقع وردية في منطقة الصدر كمان. شكرا. رؤى تفضلي. عندنا ثالث نوع من أنواع الأمراض مرض الكوليرا، وهو نوع من أنواع الأمراض قد ظهرت في العصر القديم، ظهرت في العصر الحر ولكنها بشكل أقل. مستظهر هذا المرض بظهر له أعراض وعلامات زي الإسهال الشديد والحمى والقيء وارتفاع في درجات الحرارة. الاسم العلمي له فايبرو كوليرا. مستحدث هو عادة نتيجة لتناول أطعمة مكشوفة وشرب الماء الغير نقي أو الملوث. أحسنتي. شفتوا ولاحظتوا الملاحظة اللي حكتها؟ هو كان إذا بتتذكروا أو بنسمع كثير على التلفزيون كانوا يحكوا له وباء، لأنه كان لما يصاب في مجتمع الأغلبية كان إيش يحدث لها؟ ما تقدر تتعالج، بس حاليا بسبب تطور العلم صار في علاج. طيب إذا سمعتوا الثلاث أمراض الكوليرا والتيفويد والزحار البكتيري، الثلاثة كانت أعراضها جدا متشابهة، أغلبها إرهاق عام وإسهال، وحتى تسمى هاي الأمراض بأمراض الإسهال المائية. طيب انتوا بكره كلكم رح تصيروا امهات ان شاء الله، وانا عندي ابني بالبيت صار عنده هاي ايش الاعراض. انا كيف بقدر احدد او شو الطرق اللي بقدر احدد فيها شو المرض بالضبط اللي ابني مصاب فيه؟ على كيفي بحكي والله ابني عنده زحار بروح بجيب له دواء من الصيدليه؟ طب هاي ثلاث امراض كان في عندي تقريبا نفس الاعراض، غيرها كثير كمان في نفس الاعراض. طبعا انا بدي اروح استشاره طبيه، بس انا الفكره وين؟ بدي اعرف منكم ايش الحد الفاصل ليحدد لي شو المرض الموجود عندي. حتى الدكتور من الاعراض اللي عندك والفحص السريري ما بيقدر يحدد بالضبط ايش البكتيريا الموجوده عندك او شو المرض الدقيق اللي صايبك. فشو اشي انتم لازم تعرفوه بالمستقبل، اشي كثير مهم اللي هو بيحدد لي شو انواع البكتيريا. يلا ايش ان شاء الله بس تدخلوا علمي وتخلصوا جامعه ممكن تدرسوا تخصص بالجامعه. ايش اللي بيحدد لي الدكتور هيك بقعد بحط ايده بيعرف خلاص على طول ايش نوع البكتيريا، ولا بيطلب مني اعمل اشي؟ تحاليل طبيه، وانا في عندي انواع من التحاليل. اول اشي منها تحاليل الدم لاعرف انا اول اشي في التهاب او لا، هذا تحليل الدم العادي، وبطلب بعدين مني زراعه بكتيريا حتى يحدد شو نوع البكتيريا. مش انتوا كل واحده فيكم لما شرحت هون اعطتني اسم بكتيريا علمي مختلف لمسبب الامراض، حتى اعرف شو نوع هاي البكتيريا بيعملوا زراعه بكتيريا ليحددوا شو المرض. فما تثقي الدكتور انت رايحه عندك اعراض زي اللي حكوها مثلا سعال مصاحب للدم، اسهال مثلا شديد له اكثر من اسبوع، ارهاق عام، يجي يقول لك دكتور التهاب عادي. ما بنفع احنا نحدد هاي، لازم احنا ننتبه فيها كأمهات مستقبل هلا اخواننا، انه احنا نكون واعيين تماما. المضادات الحيوية زي ما هي مفيدة زي ما إلها اضرار، انا لازم اكون بالضبط عارفة شو المرض اللي عندي وشو البكتيريا المسببة له لاختار له العلاج الصحيح. اخر مجموعة عنا تفضلوا عملوا بوستر عن المرض اللي كان عندها. يلا صبايا تقوم طالبات يشرحوا عن البوستر. يلا يا صبايا أسيل رح تبدأ تحكي لنا عن الجزء الأول اللي هو أعراض السحايا. ارتفاع في درجات الحرارة، الصداع، تيبس من العضلات وفقدان الرغبة، الغثيان واللقي، والإحساس بالنعاس والضعف. هلا بدكم تعرفوا شغلة كتير مهمة، خليكي أسيل دقيقة بدي أحكي لك شغلة. بارتفاع الحرارة، ارتفاع الحرارة بالسحايا مش ارتفاع عادي، ارتفاع بصير فوق 40 درجة وما بينزل مع أي خافض. وأول ما تروحي على الدكتور بمسك منطقة الرقبة هاي وبعمل فيها هيك. هلا اذا نزلت معه بسهوله معناته خلص ما في سحايا، بس تعون السحايا طبعا بعيد الشر عنك، لما يجي يعمل هيك الرقبه ما بتمشي معه بسهوله، بيكون هون في تيبس. هذا اول دليل من الادله. ومرض السحايا مرض جدا صعب، بيكشفوا عنه عن طريق اخذ خزعه من النخاع الشوكي، تخيلوا من نهايه الظهر بياخذوا خزعه، وجدا صعبه لا يقدروا يثبتوا انه هذا المصاب مريض سحايا، وبدخل بالحجر الصحي يعني تمنع عنه الزياره تماما. الطالب الثاني بدها تحكي عن اسبابه. عندنا اسباب السحايا حسب نوع البكتيريا،
بكتيريا نسرية سحائية وبكتيريا مكونات سحائية. بالضبط. إذا في نوعين بتسبب السحايا، طبعا في سحايا بكتيرية وفي سحايا تانية هاي أخذنا عنها فيروسية بالصفوف السابقة. تحكي لنا شو اسم البكتيريا المسؤولة عن المرض؟ نسيريا مينينتيديكياس. تمام. طيب، ما إنه حاليا إحنا أنهينا وحققنا أهداف حصتنا، قدرنا نحدد أول إشي كيف طرق انتقال الأمراض، مظبوط، بالنشاط الأول. بعدين كل طالب فيكم قدرت تحكي لنا عن بعض الأمراض البكتيرية. نعمل تقييم ختامي لحصتنا ولنقدر نعرف إنه إحنا فعلا وصلت لنا المعلومة حتى نستفيد فيها بالمستقبل، مش عشان نحفظها فقط يا عاشر، عشان أنا بالبيت حالات مرضية، نفسي، إخواني، وبالمستقبل أولادكم. كل مجموعة برضو كحل جماعي هذا التقييم رح يكون، لو سمحتوا نسكر كتبنا مدة النشاط النهائي 5 دقائق. تفضلي شهد، 5 دقائق على كل ورقة. نسمع التعليمات قبل ما نطلع على الورق يا عاشر. على عاشر ورقة، على كل ورقة مكتوب اسم مرض من الأمراض اللي حكناهم بحصتنا هلا، وبكل مغلف في أعراض المرض والبكتيريا المسببة. طبعا هي ملصوقة على فوم بلصق، تقدري تشيلي الفوم من ورا وتلصقيها بمكانها المناسب. مدة النشاط 5 دقائق. اوكي، تفضلي شهد، الوقت بيبدأ من هلا. نقاش جماعي ورح امر واسأل كل طالبة فيكم ليكون وصلت المعلومة. تفضلي يا عاشر. شو أهم عرض من أعراض السل حكيناها؟ لا تعرف إنه هذا المريض عنده سل، شو أهم عرض من أعراضه؟ لا بدي صغير. السعال إيش ماله؟ لا السعال إيش بيكون مصاحبه؟ أهم إشي السعال مصاحب بالدم، هذا أهم عرض من أعراضه. طب التهاب السحايا، حكينا شو أهم عرض من أعراض التهاب السحايا ببين على المريض؟ أحسنتي. يلا كل 3 بورقة صبايا، يلا صبايا. مرض السل إيش حكينا أهم عرض ببين عندي بمرض السل؟ هي بدي تجاوب. والسعال ايش بيكون معه؟ سعال عادي مسحوب بالدم. احسنت، السعال مسحوب بالدم. قلت انت اجتمعوا كل تنتين بورقه. تفضل. بالضبط بالسحايا، احسنت. بكلهم تقريبا في تفقد، بس تقدر تحطيه وين ما بالضبط. بشكل عام اصلا المريض شو ما يصد مرض بتحسي جسمه كامل بصيبه تعب بعض، بس في بتكون دائما اسباب رئيسيه مثل السل مثلا، سعال مع الدم، صح ولا لا؟ تمام. في حدا عنده اي سؤال على الورقه او مشكله بتحديد الاعراض؟ نكتب اسمنا على رقم المجموعة على كل ورقة عشان أتأكد من حلكم لو سمحتوا بعد نهاية الحصة لعندي لو سمحتوا. إذا اليوم بحصتنا حكينا عن أشيان، حكينا عن أسباب الأمراض البكتيرية وذكرنا أسماء علمية للبكتيريا المسببة لكل مرض، وبحب أرجع أذكركم إنه الاسم العلمي لما تيجي تكتبي له شروط. مين بتحب تذكرني شو شروط كتابة الاسم العلمية؟ احسنتي. الجنس والنوع كمان يكون خط مائل. خط مائل الاول كابيتال والثاني سمول. احسنتي، هاي شروط الاسم العلمي. واخذنا احنا 6 امراض عن 6 اسماء بكتيريه، واخذنا اعراض كل مرض ومسبباته. لحد هون في حدا عنده اي سؤال؟ طبعا مش كل البكتيريا ضاره، اكيد انا عندي بكتيريا مفيده، صح؟ وهاي رح ناخذها الحصه الجايه ان شاء الله، اللي هو فوائد البكتيريا الموجوده عندنا. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. عشر.